شمونة صديق للشيخ جراح. حي الشيخ جراح في مدينة القدس إلى الواجهة من جديد. سنتان بعد هبة الكرامة التي انطلقت من الحي ضد سياسة التهجير والاستيطان، تصدر محكمة الصلح التابعة لسلطات الاحتلال قراراً بطرد 3 عائلات فلسطينية من منازلها. أمهلتها 3 أشهر فقط لتنفيذ القرار. هنا حيث تعيش عائلة دياب منذ أكثر من 55 عاماً، تدعي الجمعية الاستيطانية ملكية اليهود لعقاراتها، مثلما ادعت سابقاً ملكية عقارات عائلة الكرد والغاوي واستولت عليها. موازاة مع سياسة التهجير التي تفرضها سلطات الاحتلال على سكان غزة في خضم حربها المستمرة على القطاع، لا يزال المستوطنون الإسرائيليون على أهبة الاستعداد للاستيلاء على بيوت وأملاك الفلسطينيين في القدس المحتلة. تتحدث جمعية حقوقية إسرائيلية مناهضة للاستيطان عن مخطط جاهز أعدته منظمة أمنا الاستيطانية وتدعمه حكومة نتنياهو. يهدف المخطط وفق منظمة عير عميم غير الحكومية إلى تمكين حوالي 200,000 إسرائيلي شرقي القدس من السيطرة على أراضي وعقارات المنطقة على حساب 300,000 فلسطيني يعيشون على أرضها منذ عقود. ورغم معارضة القوانين الدولية لسياسة الاستيطان ودعوات الأمم المتحدة لوقف العملية، يواصل المستوطنون فرض ادعاءاتهم على الأرض المحتلة في استنزاف مستمر لأملاك الفلسطينيين.